حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. عدن الغد أول محاكمة جنائية في عدن بعد سنوات من التوقف. وفي مأرب القبض على شحنة متفجرات على متن سيارة تحمل ملابس العيد. من صحيفة التايمز، المهربون يستعملون فيسبوك لابتزاز عائلات المهاجرين. ومن أخبارنا المنوعة، وفاة مواطنة أمريكية عقب سقوطها من مبنى إثر موجة ضحك. أهلا بكم. تواصل أمهات المختطفين في صنعاء التعبير عن حقوق المعتقلين في سجون الميليشيا، ووفقا لموقع المصدر أونلاين، أمهات المختطفين تدين اعتداءات مكثفة يتعرض لها أقاربهن في السجن المركزي بصنعاء. وقال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين أدانت ما يتعرض له أقاربهن المختطفون داخل السجن المركزي من اعتداء وضرب واستخدام مسيلات دموع وتصاعد وتيرة العنف بحق المحتجزين. وقال بلاغ صادر عن رابطة أمهات المختطفين إن حراسة السجن هاجمت المحتجزين بالضرب ومحاولة اقتحام العنابر الخاصة بهم وتصعيد موجة عنف غير مبررة. وأضاف البلاغ: إننا في رابطة الأمهات نحمل جماعة الحوثي وصالح المسلحة ما قد يتعرض له المختطفون وما قد تؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة، كما نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية سرعة التدخل لإنقاذ جميع المختطفين داخل السجن المركزي بصنعاء. ويضم السجن المركزي بصنعاء مئات المختطفين من المناوئين لجماعة الحوثيين والذين تم اختطافهم من منازلهم ومن مقار أعمالهم، بالإضافة إلى عشرات الأسرى ممن وقعوا في قبضة ميليشيات الحوثي وصالح في الجبهات من المنتسبين لقوات الحكومة الشرعية. في عنوان بارز لموقع المشاهد نت من محافظة تعز: 9 أحزاب سياسية في تعز توقع اليوم على رؤية سياسية موحدة تتلخص بتكتل سياسي جامع. وقال الموقع إن الأحزاب السياسية في تعز وقعت على مشروع رؤية البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية في المحافظة. وأوضح عادل العقيبي القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري للمشاهد أن الأحزاب هي التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي واتحاد القوى الشعبية وحزب الرشاد والمؤتمر الشعبي في تعز المؤيد للشرعية وحزب العدالة والبناء وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي. من جهته قال القيادي في حزب الإصلاح أحمد عثمان إن الوثيقة السياسية تمثل قاعدة لعمل جبهات واسعة تعبر عن تعز بكل أطيافها. ويضيف عثمان: هذا العمل يؤكد أن تعز ستبقى صاحبة المبادرات وستنتصر على السلبيات ومخلفات الماضي وستمضي نحو المستقبل مدفوعة بدماء الشهداء وحلم المدينة في تحقيق واقع مدني قوي. واعتبر الكثير من السياسيين في تعز بأن الرؤية التي تم التوقيع عليها كفيلة بتجاوز كل الخلافات والإشكاليات وإعادة بناء الثقة وحل كل المشاكل في محافظة تعز في مختلف الجوانب. الدم اليمني الذي يسفك على أي نحو كان لابد أنه يوجع كل يمني ويؤلمه، يوجع الروح قبل الجسد. كل دم ينزف هو من جسمنا نحن اليمنيين، هذا الجسم الذي يتهالك مع كل دورة دم. وما أكثر هذه الدورات التي وضعت اليمن على خارطة تراجيديا عبثية. هكذا بدأ السياسي المعروف وسفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في أجزاء من المقال: المتسببون في سفك هذا الدم هم وحدهم من يتحمل مسؤوليته وهم سبب هذا البلاء. لا شيء يفسر ذلك سوى أن هناك من تسببوا في شق مسارب الدم تلك ليبحروا من خلالها إلى كرسي الحكم والسلطة. كانت الوحدة خطا فاصلا بين زمنين، كان الأول منهما يعني المواجهات والصراع وعدم الاستقرار، وكان الثاني يبشر بآمال تنقل اليمن إلى عهد من التنمية والسلام والازدهار. ولكن من جديد يتدخل حراس الموروث الدموي التسلطي ممن يعتقدون أن اليمن صار ضيعة لهم ولأبنائهم وذويهم،
واستعادوا تحالفات الأزمان التي كان كرس فيها اليمن إلى مستويين، أحدهما سلطة وهيمنة، والثاني أراضٍ مطوءة ورعية. استولدوا من تاريخ الهيمنة نموذجاً لأيديولوجيا تسلطية تحلقوا حولها لحمايتها بالقوة، فانقلبوا على التوافق السياسي واستولوا على الدولة، وتواصلت رحلة الدم في أقبح وأنذل صورها. ما الذي يستطيع أن يقوله اليوم الذين يقتتلون في صنعاء بعد أن خربوا حلم اليمنيين ببناء يمن جديد يسوده السلام والاستقرار ويكون فيه القرار لأبنائه لا للنخب التي أدمت جسم اليمن وأنهكته وأفسدت كل فرص بنائه؟ ألا يعني لهم شيئاً هذا الصراع الدموي؟ ألا يفسر ذلك أن من يسير في طريق الدم يغرق في النهر الذي تتكون منه ينابيعه، وأن من يرقص على رؤوس الثعابين لا يسلم من أنيابها، وأن التأليه في السياسة مشروع دموي فاسد؟ لقد أغرقوا اليمن في برك الدم بانقلابهم على التوافق الوطني، فهل آن الأوان أن يدركوا حقيقة أن هذا التحالف المغشوش وأيديولوجيته المعجونة بالدم وبغثاء الماضي لن يكون مؤهلاً إلا لتدمير اليمن كما تدلل التجربة حتى الآن؟ قال موقع عدن الغد في أحد عناوينه البارزة: أول جلسة قضائية بقضية جنائية بعدن منذ سنوات، إذ قال مسؤولون في مجلس القضاء الأعلى إن أول جلسة قضائية لمحكمة ابتدائية بعدن تنعقد اليوم، وتنظر هيئة القضاء بمحكمة الميناء الابتدائية في قضية اغتصاب. يضيف عدن الغد: هذه هي أول قضية جنائية تنظر فيها المحاكم بعدن منذ توقف إجراءات التقاضي قبل الحرب الأخيرة. في عنوان بارز ورد في موقع يمن مونيتور: السعودية تتكفل بتكاليف حج 250 من أسر قتلى الجيش السوداني باليمن. وقال الموقع: غادر 250 سودانيا من أسر قتلى الجيش السوداني في عملية التحالف العربي باليمن العاصمة الخرطوم إلى السعودية لأداء مناسك الحج على نفقة المملكة. يتابع الموقع: يشارك السودان منذ مارس 2015 في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن. انتقائية في التضامن مع ضحايا الحرب. تحت هذا العنوان كتب أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء وديع العزعزي مضيفا في أجزاء من المقال المنشور في الوحدة وينت: الحرب على تعز كانت حربا مفتوحة ضد كل شيء، ولم يسلم منها الحجر أو الشجر أو البشر، نعم إنها سياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح ونفذتها على أرض الواقع، فأوقعت كل هؤلاء القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء دون أن يذرف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ولو دمعة واحدة على هؤلاء الناس. الواضح أن هناك انتقائية في التضامن مع ضحايا الحرب من المدنيين في اليمن من قبل المنظمات المحلية، وبما ينعكس على موقف المنظمات الدولية. يا هؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان، هذه الحقوق لا تتجزأ، فقتل المدنيين مدان وجريمة نكراء، والتضامن معهم لا يكون بمعايير خاصة بمنطقتهم أو مذهبهم أو موقفهم السياسي وانتمائهم الحزبي، فكلهم يمنيون. فيا أصحاب حقوق الإنسان ويا أيها المدافعون عن كرامته وإنسانيته وحقه في الحياة، أين أنتم من هؤلاء المجرمين؟ أين صوتكم؟ أين ضميركم؟ أم أنكم أصبحتم صما وبكما وخرسا؟ لقد كشفت الحرب على تعز حقيقة مدعي الإنسانية وحقوق الإنسان من المنظمات المحلية والدولية، وأن المجتمع الدولي اليوم أصبح بلا قيم وبلا مبادئ. مجتمع دولي لا يؤمن إلا بالقوة، لا يؤمن إلا بالسلاح وقوة الردع، ولا يعنيه الضعفاء إطلاقا. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: الهتار يطالب مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدن تمكين النيابة من الإشراف على السجون، وعنوان من حجة: الجيش الوطني يواصل تحرير ما تبقى من أحياء مدينة ميدي ويشرع في تفكيك الألغام. سياسيا، مؤتمريون يعتبرون توقيع الحوثيين على اتفاق جديد مكرا بالمؤتمر. آخر طرق ميليشيا الحوثي في تهريب الأسلحة ومحاولة زعزعة استقرار المناطق المحررة ما كشف عنه في مأرب وجاء في موقع الموقع بوست: القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات على متن سيارة تحمل ملابس
قادمة من صعدة. وألقت الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب القبض على كمية من الأسلحة والمتفجرات قادمة من صعدة عبر محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري للموقع بوست إن النقطة التابعة للشرطة العسكرية في منطقة الميل شمال مدينة مأرب ألقت القبض على عشرات القطع من الأسلحة والمتفجرات كانت على متن سيارة متوجهة إلى مدينة مأرب. وأكد المصدر أن الشحنة كانت قادمة من صعدة مرورا بمحافظة الجوف ومتجهة إلى مأرب. وأضاف المصدر أن جنود النقطة اشتبهوا بحمولة السيارة التي كانت تحمل ملابس وقاموا بتفتيشها جيدا وعثروا على الأسلحة والمتفجرات. وحدد المصدر عدد الأسلحة والمتفجرات ب16 مسدس و50 قنبلة يدوية و6 قذائف RPG ومعدات أخرى. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج قالت إن الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثي في تعز. مصدر قال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: الميليشيات الحوثية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في تعز وآخرها منطقة بيرباشا، حيث قصفت الأحياء السكنية بالهاون والكاتيوشا، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 6 آخرين. واعتبر المصدر صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم والمجازر أمرا مثيرا للاستغراب والتعجب، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والصحفيين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذه المجازر. وقال إن على العالم الحر رفع صوته وإدانة ما يحدث، وأشار إلى أن تعز تدفع فاتورة الانقلاب، مؤكدا سعي الحكومة اليمنية لمقاضاة كل المتورطين في هذه الجرائم. وحول الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز، أيضا ندد السفير الأمريكي بالقصف العشوائي على المدنيين في مدينة تعز، وأكد أن السكان المدنيين يجب أن يبقوا خارج الصراعات، وأشار إلى أن استمرار الحوثيين في رفض قرارات مجلس الأمن يساعد على انتشار الإرهاب وأفكاره المتطرفة. عنونت صحيفة القدس العربي افتتاحية عددها الصادر اليوم: اليمن، علي صالح في الكماشة الحوثية. ورأت الصحيفة أن هناك إمكانية لتطور الصراع بين طرفي الانقلاب في صنعاء إلى حرب شاملة. وقالت افتتاحية القدس: بدأت ردود الفعل المترابطة بجولات من التصعيد الكلامي والتوتر من قرار صالح جمع أنصاره في العاصمة صنعاء للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب 35 في 24 من الشهر الجاري. أتبعها الحوثيون بإجراءات من التجديد الأمني شملت نشر أطقم مسلحة ونقاط تفتيش في مناطق متفرقة من العاصمة، مع اقتراب حثيث من مناطق نفوذ صالح والقوات الموالية له، غير أن الأمور بدأت تنفلت وتأخذ مجرا خطيرا مع قيام الحوثيين بمحاولة اغتيال نجل علي صالح، ما أدى إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين خلفت 4 قتلى من الجانبين بينهم أحد قادة الحزب. الواضح أن الحوثيين اعتبروا ما يقوم به أنصار صالح إعادة ترتيب لموازين النفوذ والقوة في العاصمة اليمنية وصولا ربما إلى السيطرة عليها، وتمثل ردهم بحشد مسلحي الجماعة على مداخل مدينة صنعاء تحت شعاري رفد الجبهات والتصعيد مقابل التصعيد ومواجهة التحشيد الجماهيري والعسكري لأنصار صالح بحشود مقابلة للحوثيين، وهو ما خلق نوعا من التوازن الهش القابل للانكسار في أي لحظة. تعني ردود الفعل الحوثية أن الجماعة المدعومة بشكل مباشر من إيران ما زالت الطرف الأجرأ على المبادرة، وهو ما يدل على أن الشكوك القديمة لدى قيادة الحركة التي خاضت حروبا عديدة سابقة ضد صالح نفسه ومخاوفها الجديدة بعد ظهور إشارات عن اقتراب صالح من الإمارات العربية المتحدة وأنها جاهزة للتحرك بغض النظر عن التكاليف العسكرية التي قد تترتب على الصراع مع قوات صالح، وأنها بالتالي تفكر جدياً بإخراجه من المعادلة السياسية العسكرية اليمنية. وإذا استمرت هذه السلسلة من الأفعال وردود الأفعال تسير بهذا الاتجاه، فهذا يعني أن اليمن مقبل على مرحلة سياسية وعسكرية جديدة مليئة بالمفاجآت.
نشرت صحيفة التايمز تحقيقا خاصا عن تهريب البشر، يبين كيف أن المهربين والمتاجرين بالبشر يستعملون فيسبوك لابتزاز عائلات المهاجرين وإرغامهم على دفع فدية لإنقاذ أقاربهم من التعذيب والاعتداءات. وعنونت الصحيفة: المهربون يستعملون فيسبوك لابتزاز عائلات المهاجرين. وتقول الصحيفة إن صورا بقيت على مواقع التواصل الاجتماعي شهورا تظهر عناصر عصابة ليبية يهددون بقتل مهاجرين هربوا من بلدانهم بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. وتضيف التايمز في تحقيقها أن مئات الآلاف من المهاجرين تستغلهم عصابات المتاجرة بالبشر جنوبية إيطاليا، ويتعرضون للاعتداء وسوء المعاملة في ليبيا. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن المقاطع المصورة أرسلت إلى عائلات المهاجرين وطلبت منهم مبالغ مالية من 8000 إلى 10000 جنيه استرليني، وإلا فإن أقاربهم سيقتلون. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن نشر مثل هذا المحتوى يخالف قواعد فيسبوك، إلا أن الشركة لا تمنع بل تعتمد على المستخدمين للتبليغ عنه. وترى أن فيسبوك يسمح للمهربين بنشر صور عن عبور البحر وعرض جوازات السفر المزورة وخدمات أخرى. فالمجموعات المنتشرة على فيسبوك للراغبين في الهجرة إلى أوروبا بحسب الصحيفة تستضيف إعلانات من مهربين يعيدون بسلامة العبور إلى إيطاليا واليونان في يخوت وقوارب وبواخر. كشف النيجيري أوشي أغابي بحسب موقع شبكة البي بي سي النقابة عن جهاز كمبيوتر لا يعتمد على السيليكون ولكن على الخلايا العصبية للفئران، وذلك في مؤتمر تيد جلوبال في تنزانيا. وقال أغابي إن هذا النظام درب على التعرف على رائحة المتفجرات ويمكن استخدامه ليحل محل الأمن التقليدي في المطارات. وفي نهاية المطاف يمكن لهذا الجهاز وهو بحجم المودم ويطلق عليه اسم كونيكو كور أن يكون جزءا من دماغ الروبوتات في المستقبل. ويعد حاسوب كونيكور مزيجا من الخلايا العصبية الحية والسيليكون، ويمتلك القدرة على الشم عن طريق أجهزة استشعار يمكنها الكشف عن الروائح والتعرف عليها. صحيفة القدس العربي تقول: هل تعلموا حين نقول لقد مت من الضحك لم تعد مجرد استخدام لغوي للإطراء على ما يضحكنا، بل صارت حقيقة، حيث لقيت امرأة حتفها بعد ضحك هستيري. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن معلمة أمريكية بعد نوبة ضحك متواصلة لم تستطع فيها الإمساك بنفسها انزلقت من علو شاهق وماتت على الفور. وأشارت الصحيفة إلى أن شارون ريغولي البالغة من العمر 50 عاما ماتت خلال وجودها فوق إحدى الشرفات، وكانت تضحك بقوة شديدة فوقعت من على الشرفة لعدم تمكنها من ضبط نفسها. تبرعت العائلة بأعضاء المعلمة إلى 5 أشخاص، حيث قال شقيقها: لقد وهبنا أعضاءها لمن يحتاجون لها، لقد كانت شقيقتي شخصا محبا للحياة وكريمة في حياتها. تم تشخيص واحد من أكثر طغاة العالم وحشية كشخص مصاب بالفصام، والذي كان عاكفا على مهمة انتقامية لما اختبره في طفولته من غضب مقموع. هكذا بدأت أماندا ماسياس مقالها المنشور في الاندبندنت والمعاد نشره في الغد، مقالها عن واحد من أكثر دكتاتوريات العالم والذي تطابق جانب من صفاته صفات غيره. وتقول الكاتبة: في العام 1943 قام مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكي وهو سلف وكالة الاستخبارات المركزية بتكليف عالم النفس هنري موراي بدراسة شخصية أدولف هتلر بهدف محاولة التنبؤ بتصرفاته. وفي تقريره المكون من 229 صفحة والمعنون تحليل شخصية أدولف هتلر، وصف موراي هتلر بأنه حطام مدمر لشخص مصاب بجنون العظمة وغير القادر على ممارسة العلاقات الإنسانية الطبيعية. وكتب موراي: من المستحيل مطلقا الأمل بتلقي أي رحمة أو معاملة إنسانية منه. عانى هتلر من مشاعر لا تطاق من الدونية والتي نبعت إلى حد كبير من مظهره البدني الصغير والضعيف والمريض خلال طفولته، وكان قد رفض الذهاب إلى المدرسة لأنه يخجل من كونه طالبا فقيرا مقارنة بزملائه في الصف. وقد أرضته أمه بالسماح له بترك المدرسة. ويكتب موراي: لم يقم بأي عمل يدوي أبدا، ولم ينخرط أبدا في ألعاب القوى، وتم رفضه باعتباره غير صالح مطلقا للتجنيد في الجيش النمساوي.
أدار هتلر شعوره بانعدام الأمن من خلال عبادة القوة الوحشية والقوة الجسدية والهيمنة التي لا ترحم والغزو العسكري. حتى في ذروة سلطته عانى هتلر من الانهيارات العاطفية المتكررة بسبب شعور ضميره بالذنب. ويتابع موراي كان يعاني من الكوابيس من ضمير سيء، وكان يعاني نوبات طويلة عندما تتخلى عنه الطاقة والثقة وقوة القرار. وتقول المصادر إن هتلر بدأ خجولاً أو مزاجياً عندما يلتقي بالناس، وكان غير متسابق في حركاته وإيماءاته، كما كان أيضاً صعب الإرضاء بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بطعامه. ضربت مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية عاصفة غير مسبوقة، وصفها مسؤولون في الولاية بأنها أكبر عاصفة في تاريخها، وقد وصل معدل هطول الأمطار في المدينة في عقاب إعصار هارفي إلى نحو 75 سنتيمترا من الأمطار، ما حول شوارعها إلى ما يشبه الأنهار في تدفق المياه فيها. نتابع بعض الصور المنشورة في صحيفة The Times البريطانية. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.